شوف، مش انتوا 3 رجاله بشنامه؟ لكن زنانين زن الحريم على رجالتها. اما مروان ده بقى فوقعت امه معايا سودا. عشان خاطر النبي، انا لو ما اشتغلتش بنتي مش هتروح المدرسه. ما قلنا لك مفيش شغل، ما تصدعناش. هو احنا فاتحين خدمه اجتماعيه؟ يا اخوي يا اخوي، الهي لا يذلك ولا يسيئك ابدا. يا وليه شوفي شكلك عامل ازاي، ده انت مش قادره تتكلمي اصلا، وعايزه تتنوسي وتمسحي وتشتغلي. صدقني انا هقدر، لو ما قدرتش يبقى ماشيني. ينعل ابو زنك يا شيخه، مفيش شغل. لا اله الا الله. لا هو انا ست حارت بطن البقره بسندوسها بكريتها ببلاويها كلها بحواشيها علشان خاطر تجولي بربطه المعلم وتقعدولي في قلب البيت؟ لا ده فاضل بقى الوكبداكي يجيب العربيه بتاعته ويوقفها عند سور الفرنده بتاعتنا. ايه يا اختي ده؟ انتوا هتسيبوني مع الغرابه دي؟ يا اختي غراب لما ينقر دماغك يا وليه. بقول لك ايه، انا دماغي متكلفه، مش عاوزه الهبل والعبط بتاعك ده، انا مش ناقصه مرسوم. يا وليه احمدي وقولي السلام عليكم. ثم بقول لك ايه، احنا مشاركين في الشقه دي زينا زيك يا اختي، وبعدين انا جايه لجولي مش ليكي اساسا. جولي جولي مين يا الدلعادي؟ الله مين يا اما ايه؟ وحياه سيدنا النبي يا رب تروح الحجاز ياما، مالكمش دعوه بيهم ياما، سيبيهم ياما خلاص، المصالح اللي عندهم في عرض النبي. يتمصلحوا يا اخويا زي ما هم عايزين، ما انت عملتها لي زنقه الستات يا اخويا. خلاص انا داخله اوضتي قدام تلفزيوني الخصوصي بتاعي اتفرج عليه، وسايبها لكم مخدره، مخدره. جاتك القرف؟ جاتني القرف ليه يا وليه كده؟ عيب عيب عيب. يلا يا اما خش جوه يا اما. بتضربني خلاص يا اما، قلت لك امك هتذلني. بقول لك ايه يا كوريا، تقعدي دلوقتي مع الست هايدي، افهمي منها هتقول لك ايه، افهميه ووعيه كويس، ما عايزينش حد يعيب على مخ الصعايده. ما بلاش الاسم ده خير. ايه هايدي ده؟ تحسه اسم ميرق كده، تحسه بيتسلت من البق كده، ملوش ملك. اسمعي بقى، انا هعمل لك جدول مكثف 8 ساعات كل يوم. جدول ليه يا اختي؟ انا دخلت المدرسه. ما تهدى يا بنت الناس، مالك كل شويه تفط زي الفطيطه كده؟ وهي موقفاك بقى الفه على الفصل خال ولا ايه عشان تسكت اللي ما بيتكلمش؟ طب انا بقى اتكلم بالشوق. كوريا بعد اذنك انطر خفيف، انا عشان في مصلحه كده هروح اخلصها. خدني معاك يا ابن الناس. طب خدوني معاكم. اقعدي اقعدي يا بنت، استرجلي استرجلي اكتر من كده خال. يلا خال، سلام عليكم. يلا هات لي معاك حلاوه وهات بيض، سعد بيحب البيض. هجيب لك يا سنة، بصي هجيب لك حبيبتي. ركزي معايا، الثمان ساعات دول هنقسمهم على الشكل التالي. اول نص ساعه ورك اوت، ايه تمرين يعني رياضه، وبعدين عندك ساعه انجلش وساعتين عربي عشان تحسني لهجتك وتعدلي بقك. الساعتين بقى اللي بعدهم دول عشان الاتيكيت. ايه الاتيكيت ده؟ اتيكيت الاتيكيت ده هعلمك فيه ازاي تاكلي، ازاي تشربي، ازاي تلبسي، وازاي تمشي. الساعه اللي فاضله هقعد احكي لك فيها عن مروان، بيحب ايه وما بيحبش ايه، مزاجه ايه. طب ما كده 7 ساعات ونص. برافو عليكي، فاضل نص ساعة، النص ساعة اللي فاضلة دي عشان تسأليني فيها عن أي حاجة أنت عايزة تسأليها. ونبقى أنا حاسة إني شفت الحوار ده قبل كده في 5 أفلام و6 مسرحيات، اللي هي منهم بتاعت أنت الكلب الكبير، فاكراها دي؟ وفي الآخر بنتها أما بتقع في الخية وبتتعكش وبتتفقس وبتتسحول على عينها ولا حد بيعبرها لو واقف جنبيها. ما تقلقيش، إن شاء الله مش هتستحولي ولا هتتفكشي ولا هتتهكرشي. يوب اتفضلي، أجي اللي هتعلمني الكلام، ما كانت الكلام عندها بايظة أساسا. نجيب من الآخر. تحب تقول أنت ولا أسألك؟ اسألني على إيه يا ابني؟ يبقى أنت عايز تتسأل. ماشي. كلمني شوية عن هيدا أبو طالب، ولا نقول جمالات حسنها بطن البقرة. وقول لي، بعتني عشان فلوس ولا حريم ولا عشان الاتنين؟ من غير ما تتذاكى، أنا ما كنتش أعرف إن جمالات هي هيدا أبو طالب، وإلا ما كنتش أقعد أرسمها قدامك. أول ما عرفت إنها هايدي كانت هربت أصلا. سبحان الله، عشان كده ما قلتليش لحد دلوقتي لغاية لما أنا عرفت لوحدي. عشان كده لعبت في اللوحة عشان ما تبقاش شبهها. ولا ال50 مليون حلوين، والموزة حلوة والشيطان أمور. ياسر انا اول ما عرفت انها هايده اجبرتها انها تسلم نفسها، وكنت هجيبها واجيلك، وده اللي خلاها هربت. ولو انا معاها زي ما بتقول ما كانش زمانها هربت مني. انا متاكد انها لسه معاك، بس عشان انت صاحبي وعشان انا جدع منك جيت اتكلم معاك، لكن لو ما سلمتهاش هبلغ الوزاره وهي بتتصرف. عشان انت صاحبي لازم تصدقني، وسيبك بقى من الوزاره والكلام ده، تعالى انا وانت نشتغل ونوصل الخيوط ببعض عشان نعرف نلاقيها. طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعده مع طنط وموسوكا جوه بيشوفوا فيلم، انا قلت لهم وقت الدروس مش عايزه حد منهم معانا. ماشي. طب ابوكي دافع في الاكل ده؟ عشان طنط موسوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني، بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما انا هعمل. ماشي. يلا هنمسك السكينه كده والشوكه كده، نقطع حته اللحمه كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زيي وانا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي، لما تبقي تسافري وترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا. مفهوم؟ مفهوم يا ست القبل. اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين والشوكه بايدنا الشمال، نثبت حته اللحمه كده ونقطعها كده، وبعدين نروح اكلينها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا. طب انا هاكل بايديا الشمال؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده؟ طيب هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزه. يلا النبي انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر. هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبري. يا لهوي. طب ما سهل حوار الشوكه والسكينه اهو، عامله لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقى لما نتعلم الحاجات دي بقى كبروا مخ. مش عايز من جديد يا ابني، قليل ستونك. مناديل منديل يا ابني لا يستر. مناديل يا ابني. لا يستر. هتمشي ماشية مستقيمة، ظهرك مشدود، كتافك مفرودة، رقبتك مرفوعة لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عمالة تتلفت يمين وشمال زي البرص، رجليكي مقفولة. ايه ده؟ رجليكي مقفولة ازاي؟ مقفولة كده كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كأني محصورة. ومين قال لك تقفي كده؟ اقفي زي اهو كده كده اهو. يعني تقريبا يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساس. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش والله. بسم الله ما شاء الله. وتعلمت الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه ام المصريين، لينا معارف هناك يعني. هي اهلا وسهلا يا مرحب. مرحب بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثه، بالله العظيم ثلاثه، السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناسا فاضل. الله يخليك يا حاج. حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي. تعيش انت. ده عم شكري زي والدي يعني. كبير بطن البقر عندنا في المنطقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بنتي يا هاجر انت جايبه لنا ده؟ شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات العرسان يا بت. ها خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا عن اذنك. اتفضلي اتفضلي يا عروسه. اتفضلي يا زينه. بسم الله ما شاء الله. أدبيه وأخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندنا، ربنا يحميها لشبابنا. والأخ سيد بقى إن شاء الله اشتغل إيه؟ ابن سوكا حرص وصينه بسم الله ما شاء الله عليه. عقبال ولادك وولاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي. وفيه حاجة كبيرة، بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. إن شاء الله. مطرب بس انا ما اعرفوش وما شفتوش غير المره اياها بتاعت الفرح. ما حضرتك بقى طيش شباب بقى، واحنا اهو جايين من الباب اهو. حضرتك لا مش هو الله، هو انت ما سمعتش الغنوه بتاعته اللي مكسره الدنيا وماشيه التكاتك كلها تغنيها وفي التلفزيونات والراديوهات؟ ما سمعتهاش ولا اغني ولا حته احسن يفتكرنا بنميز عليه. يلا يا والد. لا 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 خلاص 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 ملوش لزوم. اصل اختي الانسه هاجر كانت قالت لي يعني ان الاخ سيد عنده عربيه مشروع كبده وسجق. ايوه قصده على عربيه كبداجي. يا اختي كبدك ايه وزبلك ايه وهبابك ايه وسخمك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر. دلوقتي ابني سوكه ما شاء الله النقطه بتنزل عليه بالالافات في الكباريه. والله كباريه قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى مين؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعديه. هو كباريه ايه في ايه؟ قصد امي والاستاذ شكري حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني حاجات اكل تزاجات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم، بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف لما البيره تمشي قدامه كده ولا بيعبرها، يقول لي يما، اقول له يا واد هي البيره دهيت شكلها ايه؟ لونها ايه؟ يقول لي هي احمر ولا اخضر يا ما، اقول له مع ان هي صفرة، بس هو ما بيبقاش عارف يا عيني. انت عارف الخمره دي تبقى ملعلطه قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات المزز اللي هم بيبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجاله يعني ويشربوا معاهم الخمره والكلام الحاجات دهيت، هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبروا، لا مؤدب محترم من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هو ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهارده علشان خاطر نطلب ايد اخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكه. ايه راي حضرتك بقى يا استاذ؟ قلت فرصه سعيده قوي يا حاجه. الجواز ده اسمه نصيب. شرفتونا. هي ساعة وقولي بالحق والله يا قلب أنا سامعتك سامعتك. أوكي هي ساعة وقولي بالحق قولي بالحق. السلام عليكم يا أبو نجوان. وعليكم خير. احنا جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الأنسة نجوان. مفيش بح. هو إيه اللي مفيش؟ أيوه طفشت طفشت مع الواد الزباله اللي اسمه مروان. طيب بحيث بقى ان احنا دخلنا كده احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. اتفضلوا. ما كان من الاول، ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحه بالراحه. لازم يعني تستنوا لما الحاجه تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقه ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما كل حاجه بتغلى زي الحشيش. انا هدفع 3 مليون ودفتر الشيكات اهو، بس هشوف الوصل الاول. ما تهزاش يا سعاده الباشا. فيش هزازان ولا نيله، الدفتر اهو واشوف الوصل وادفع 3 مليون. والله والله انا عامل كده عشان خاطر العشره بس. طول عمرك راجل طيب يا حاج ابو نجوان. راجل طيب. حاجة زهرة كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. الله يعمر بيتك. اه شيك اهو. العلوان اهو، اديني الشيك بقى. اهو اديله. يا سلام عليك يا ست الناني، ولا الست تمر حنه في زمانها. ايه مش عاجباكي؟ خلاص ولا الست اسمهان في فيلم الفرح. ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي يا نجمه مصر؟ الله اكبر، المسرح كان هيتكسر من اللي بيحصل عليه. بطل بكش يا عزوز، انا مش عارفه اشتغل يا اخويا ولا جاي لي مزاج من غير سوكه، وكل يوم اكلمه مش لاقياه، وكل يوم اقول هيجي وما بيجيش. ما تلاقيش يا ناني ولا يهمك، انا كلمت المحامي وهرفع عليه قضيه. ده داخل على اسبوعين دلوقتي مختفي وقافل موبايله، وامه كمان ما بتردش. محامي ايه وقضيه ايه يا راجل انت؟ ده سوكه. الله، يعني يخرب بيتي واعمل له شهاده تقدير. انا هنزل له بطن البقره حايله واجيب. تعالي بس استني شويه. خدي. ايه دي؟ دي لا مؤاخذه ورقه طلاقي، اصل المحضر جابها هنا على الكباريه. الله الله الله، ايه يا ناني؟ ده انا قلت الموضوع ده هيفرحك. سلومه ده زباله وعره الرجاله، وانا عمري ما حبيته، بس هو حب يهني عشان كده بعت لي الورقه على هنا. وعموما العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام، وانا بنت حلال يا عزوز، فهمت؟ فاهم والله، بنت حلال فعلا ومقصره ناني، وعشان كده بقى انا بستغل المناسبه السعيده دي وبطلب ايدك على سنه الله ورسوله. ها قلتي ايه؟ الله، ايه بس؟ في ايه تاني؟ انا اول مره اتطلق فيها، وانت جاي دلوقتي تقول لي اتجوزك؟ لا معاك حق يا ناني، هي الواحده بتطلق كل يوم. عامه دوريها يا حبيبتي في دماغك وفكري فيها كويس قوي على مهلك، وانا مستنيه نجمه مصر، مستني على نار والله. حبيبي حبيبي يا عسل. أنا مجمعاكم النهارده عشان نتيجة امتحانات نص الشهر اللي كوريا هتسافر بعدها. أنا بالنسبة لي النتيجة 10/10، الأوراق كلها تمام والفيزا هتبقى جاهزة كمان 10 أيام. ممتاز. أما أنا فالنتيجة بالنسبة لي 0/10 في كل الدروس اللي أنا بديها لها، فشل ذريع، مفيش تقدم 1%. إزاي؟ دي لعبتك يا هايدي، ما عرفتش تتعلم منك ولا حاجة خالص. خص عليك يا كوريا، مخبية عليا يا بنتي، إن ما وريتك ما بجاش أنا. أنا اللي مستني النتيجة دي بفروغ صبر. تسقطي يا أم 0/10. أهم يا بنتي يا كوري، ما تسمعيش الكلام ده كله، علم إيه وهباب إيه؟ أنا هو بعد ما شاب ودوك كتاب. كوري يا بنتي، وبعدين إحنا كلنا حاطين أمل عليك. هو في أبو الحاج أنت وهي؟ ما أنا مراسياكم من أولها، أنا ماليش في دلع البنات الماسخ ده، أنا تلاقيني في الجدعنة، تلاقيني وقت الضيقة، تلاقيني في الزنقة، لكن تقول لي حط أحمر وأخضر وامشي تقصعي زي البنات، أقول لك لا معلش ما نعطلكش. وبعدين خلاص، فضكم الحوار ده خالص، أنا هرجع بيتي، مش لازمني الكلام. هتوحشني أوي يا صاحبي، أنا مش عارف من غيرك هعمل إيه، خلي بالك من نفسك يا كبداكي، عشان خاطرك يا كبداكي وتغطى كده بس بقى. وانا طالع ليبيا اشتغل، ده انا طالع اليونان شويه وراجع اسوكا. فيه ايه يا كبداك؟ انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت يا واد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتك؟ ما تفوق كده يا سوكا، شوف شغلك ده، لو كانت ضربه مطوه كانت خفت، ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه، امسك يا سوكا دول 20,000، تدي 10 لامك و10 لكوريا، وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكلوا عليكم سلوم، وقول لهم ان كبداكي جدع يا سوكا. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شوية عيوب، بس أحلى حاجة فيك إن قلبك أبيض. يلا. هتوحشنا يا صاحبي. وأنت كمان. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. بس بقى. سلامك كبداكي. خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل. مع السلامة يا مصر. السلام عليكم يا رجاله. شد حيلكم، مش عاوزين عطله، اديكم شايفين الاسمنت والحديد سعرهم بيزيد يوم عن التاني. خير يا اخينا، في حاجه؟ لا مفيش حاجه، جاي بس اتابع العماره وشغل العماره. هو في يا عم انت عاوز ايه؟ انت اللي فيه ايه؟ انا شريك في العماره. انتوا مين بقى؟ شريك مين يا عم شيرين المعلم عرفه صاحب العماره. معلم عرفه مين؟ العماره دي بتاعت ابونا المعلم روماني هنداوي ومالوش شركاء. روماني مين ومالوش شركاء ازاي؟ بقول لكم انا شريك المعلم عرفه في العماره. يا عم انت جاي ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ لو شفتك هنا تاني عليك على باب العماره واجيب لك الحكومه. نصاب ده ولا ايه؟ يلا يا عم تيجي على الله مالك ابيض. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ هو انا اتضحك عليا ولا ايه؟ كده كبداكي ماشي يعني انت كبداكي. يعني انت يا واد جبت لي المرستان اللي بره ده وسبتني وهربت كده؟ ها؟ عزوز قرفني كل يوم بالتليفونات بيسال عليك، انا مش عارفه ارد اقول له ايه لان انا مش عارفه اراضيك فين. اديني قاعد يما في البنسيون اكل شارب والحمد لله بدعواتك يما، ربنا ساترها معايا. انزل اروح فين بقى يما؟ يا ولا يا ولا على يا ولا، وانزل شوف اكل عيشك. ما ينفعش كده. الله، الشقه دي هندفع ايجارها منين؟ هناكل ونشرب منين؟ وادي احنا جبنا العربيه والحمد لله، وبحوش لك عشان اجيب لك الشقه، وصيتك والحمد لله مكسر الدنيا. اما بقى عن البت الممرضه ده اهي، فلا يا حبيبي، ست ستها تتمنى تراب جزمتك. انت من النهارده بقى تنزل تروح الكباريه. بقول لك ايه ياما، ولا انا رايح ولا جاي، ومن الاخر ياما بقى العيشه بتاعتي دي ما بقتش عجباني. لا بقول لك ايه، لا ده انا من صباحيه ربنا هاخدك لاتنين شيوخ يقروا عليك. لا والله العظيم، ده انت معمول لك عمل كلب تافك فيه. كلب ايه ياما وقطه ايه؟ بقول لك ايه، خدي الواد كبداكي جاب لك ال 10000 جنيه دول بتوع التنكيس، سلكم من سلومه. اتفضلي. جدع يا ولا انت وكبداكي، حروا نار في جتته الواد سلومه الحرامي دهوت. برافو عليكم والله. انا نازل ياما، عايزه حاجه؟ حبيبي مش عاوزه حاجه، انا عاوزاك بس كل يوم تعدي عليا. عقل روحك كده. وبعدين ده احنا ما صدقنا الميله اتعدلت، هنعوجها تاني ليه؟ خليك ناصح يا ولا. ادعي لي ياما. ربنا يكرمك يا رب. ربنا ما يحرمني منك. عايزه حاجه ياما؟ لا يا حبيبي، عايزاك طيب مع الف سلام. بقول لك يا خالتي، انا هقلب المحل فول وطعميه واخدك معايا يوماتي، مش هحبسك هنا خالص. خلاص يوم ايه بردك؟ لو البيت وقع واحنا بره يبقى ربنا نجاتنا مع بعض، وقع واحنا جواه يبقى ربنا خدنا احنا الجوز مع بعض عشان نرتاح من القرف اللي احنا عايشين فيه ده. انت عارفين دنيا واخره، مش عايزه اروح معاكي. حتى انت؟ والله على قولك، وانا مين عايز يعاشرني وانا حيه اما هيعاشرني وانا ميته؟ مين؟ مين؟ طيب يوه يا الدنيا طارت. ايه يوه؟ افتح ايه؟ ايه ده خال؟ ازيك يا خال؟ كوريا. ازيك يا سوق، عامل ايه؟ ادخلي. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ مين الواد ده؟ سندوتشة. كيفك يا حبيبتي؟ كيفك؟ الواد ده مين؟ ده سوكة يا خالتي. ابن ام سوكة؟ يا خالتي، ابن ام سوكة. ايه ده؟ ايه ده مالك؟ فيك ايه؟ لا ولا حاجة. اصل يا كوريا سوكة متضايق ومقاطع الشغل بقاله فترة، متضايق علشان البت الممرضة اياها دي، وانا طول الطريق بقول له يا عم فضك فكك، الشغل اولى بيك. بقول لك ايه يا سوكة، اسمع للخال، هو معاه حق. الحب والحاجات دي خلاص خلص، خلص من ايام الله يرحمه عبد الحليم حافظ. اقول لك على حاجه يا امه، هو مش مكتوب للي زينا، فمن الاخر روح شوف اكل عيشك. ولا اقول لك على كده، بحلم بيك بحلم بيك. شوف الروقان والنبي، هو اقول ايه؟ اقول اللي احنا يبقى كفايه عليا. خدها كوريا. ايه؟ 10000 جنيه دول بتوعك، بتوع تنكيس البيت. ابراهيم عمل حوار على سلومه وجابهم لك منه، بقول لك عشان تعرفي ان هو جدع. جابهم ازاي؟ ايه اللي جابهم ازاي؟ وجابهم منين وصرفهم منين؟ عبال ما تعرفي كل ده هيكون البيت وجع على دماغك. يلا يا كوريا هملي. والنبي فيك الخير يا كبداكي. طب هو ما جابهمش هو ليه؟ جاله عقد في اليونان وسافر يا كوريا. ايه؟ عقد في اليونان؟ وانت زي ما تقوليش يا سوكة. والله العظيم ما اعرف يا كوريا، انا زيك بالظبط، فوجئت على باب المطار. عارفه الست اللي كانت في المستشفى اللي بنتها اسمها نجوان؟ نجوان هي دي اللي جابت له العقد، ومن الاخر كده ابراهيم خلع وراها، راح وراها. يا ابو دل نجس عمره ما هينعدل. بقول لك يا خال، اتصلي بجولي دلوقتي حالا. يلا حبيبي بالراحه. بالراحه طيب، بالراحه. بسم الله. استنى، لا استنى، ايوه كده. معلش معلش. ايه ساكتة ليه؟ لا مفيش، أصل بفكر أنزل القنصلية بتاعتنا عشان أطلع بدل فائد الباسبور بتاعي، ضايع مني ومش لاقياه. ضاع إزاي؟ فاكر يا حبيبي لما أنت اتخطفت من عند رجالة جاسم؟ أنا بقى طلعت للشقة وقعدت كده بلم هدومي مش فاهمة حاجة، يمكن وقع مني هنا أو هنا، ومن ساعتها وأنا ماشية بالبطاقة المصرية بتاعتي. البطاقة دي هتعمل إيه؟ أنت لازم تطلعي باسبور ومن ننزل نعملهولك. لا 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 لا، ما انت لازم تريح يا ست، زهقت من القعده. الله، وبعدين اهو انزل شويه اجرب المشي، عايز افوق بسرعه عشان الحق جاسم الكلب ده قبل ما يسيب اليونان. ما خلاص بقى يا مروان، سيبنا من حكايه جاسم دي، وبعدين احنا اللي ابتدينا معاه، هو اللي حكم على نفسه. هقتله. ايه؟ هقتله. خد يا اختي دي فلوس تنكيس البيت، ما انت لا كملتي وقعدت فيه عشان تدفعي ايجار ولا البيت اتنكس. خدي. خلاص مش عايزاهم. اللي مش عايزاهم ده ما قلت لك قبل كده ما احبش حد يتجبأ عليا. امسكي. هاتي انت حره. خطيبك ده يا كوريا راح اليونان ازاي؟ بس ما تقولش خطيبي، بس ما بقاش، خلصنا من زمان. تاخدش ببالك يا دكتور، دايما كده كوريا وكبداكي دايما كده عاملين زي القط والفار، دايما متخاصمين دلوقت مفسوخين. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ ما تفهموني، هو ازاي يعني راح مع نجوان وهو يعرفها منين اصلا؟ الصراحه اصلا ما صوره جولي نزلت في الجورنان هو قفش علي، خلاني كبت له بقى الليله كلها في حجره، ومن ساعتها وهو حاطط البت نجوان دي في دماغه وراشق لها، وديها شكلها جابت له عقد عمل بره وصفرته. ايه؟ يعني انت السبب؟ ها؟ انت اللي سلمتيها التسليم يا هالي الكبداكي كان ماشي. عقد عمل ايه يا عم شكري؟ وهو يسافر وراها ليه؟ سافر عشان عينه فارغه، يبقى مع موزه حلوه وزي القمر، ومع ذلك هو زي الكلب لازم يشمشم بره. ما يمكن الست دي مالهاش علاقه بالموضوع ده. مالهاش علاقه ايه يا اخي؟ دي بنت مولع، لفت قبل كده على جوز جولي وصفرته، ودلوقتي لفت على كبداكي وصفرته، اللي هيتنشل مطرح ما هي قاعده يا رب. هي ايه دي؟ هي الست دي واخده المشوار رايح جاي ولا ايه؟ ولا متعاقده مع الحكومه اليونانيه يعني؟ اتورط لهم رجاله. انت بتهزر يا خالد؟ وطي صوتك، سندس ام سوق هيصحوا. احنا لازم نعرف دلوقتي ابراهيم ده سافر ازاي؟ وبيشتغل مع مين وضد مين؟ بقول لك يا عم الدكتور المحامي، انت ولا ما انا فاهمه لك بتشتغل ايه؟ عايزه ايه يا كوريا؟ هو انتوا مش كنتوا عايزين تسفروني؟ كنا عايزينك تسافري. طب انا عايزه اطلع الطلعه دي ورا كبداكي، ويا انا البت المسهوكه دي بقى. مش هينفع، احنا حاولنا وكل محاولاتنا معاكي فشلت. ليه بس؟ انا عايزه اسافر. هو انت هتسافري سياحه؟ انت كنت مسافره عشان تعملي مهمه محدده، والظاهر بقى انك ما تنفعيش. اللي ما ينفعش ده ما تقولش بس ما ينفعش، انت ما تعرفش كوريا اما تحط في نافوخها حوار. جدعه يا كوريا جدعه، ايوه كده خلصي بقى السنة اللي قططيها في المخروبة دي، خلصيها على جدتهم. مش هينفع. والنبي جولها عشان خاطري، عشان خاطري، ده احنا ولاية زي بعض، والنبي أختي. قولي له ده أنا كوري. طب يعني أنا شايفة يا نادر إن احنا ممكن كده يعني نديها فرصة تانية. مش هينفع يا هايدي، دلوقتي ما بقاش عندنا وقت. هي مش ورقها لسه جاهز؟ ايوه لسه جاهز، والفيزا فاضل لها كام يوم وتطلع. المشكله مش في الورق، المشكله فيها هي. المشكله فيها هي دي، ما تظبط كلامك يا عم الحاج، في ايه؟ انت شايفني ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ طب احنا خسرانين ايه؟ مش احنا كده كده قدامنا اسبوعين نجرب تاني، بس المره دي كلكم تشتركوا معايا. بص بقى يا ابراهيم، انا قلت له نازله عشان اطلع الباسبور، يبقى لازما يا نجوان ترجعي له بورق باسبور عشان نبقى مثبتينه صح. ماشي، بس عارف يا ابراهيم لو مروان قتل جاسم انا كده ممكن اروح في داهيه، واستحاله اقعد مع واحد قاتل في نفس المكان. على فكره نجوان انا بحب مبادئك قوي، ربنا ومعجب بمبادئك دي جدا، يعني تقعدي مع واحد مقلب 50 مليون عادي، لكن قاتل لا. برافو عليك يا بنت. ابراهيم انت ناوي تعمل ايه يا ابراهيم؟ خير بعون الله، انت بس اهم حاجه وانت نازله تبعتي لي رساله بخط سيره، ولازما يا نجوان تبقى في الشنطه بتاعتك ورقه فيها العنوان بتاعكم، حاجه بقى شوفي وصل، ورقه توصيل، اي حاجه من الحاجات دي. عنوان؟ ليه؟ مالكيش فيه، نفذي الاول وهتفهمي في ادام. ما انت لازم تفهمني انت ناوي على ايه، ولا انت ماشيني كده وراك وخلاص؟ ما تعملي يا نجوان اللي بقول لك عليه، هتخسري ايه اكتر من اللي خسرتيه، خليكي معايا وانت مش هتندمي. ماشي اما نشوف. قولي يا ابراهيم، ماما عامله ايه والنبي؟ ماما مين؟ ماما يا ابراهيم في ايه؟ ماما دي بقت زي الفل، ربنا بقت زي الفل، دي بتدعي لك. على فكره يا نجوان انا بحب الست دي، شبه امي وانا بحبها جدا جدا ومتعلق بيها عشان كده، ومتعلق بيك انت كمان. يعني والنبي اخر مره شفتها كانت كويسه طبعا. كويسه؟ ده كانت هتروح الجيم وجبتها بالعافيه. ربنا، انت اهم حاجه بس دلوقتي تروحي تلحقي مروان عشان ما يشكش في حاجه، وما تنسيش اللي قلت لك عليه. ماشي؟ ماشي. يلا حبيبتي، يلا سلام. مع السلامه. مع السلامه. استعان عشاء بالله. يا جماعه انا مش هقدر اكمل لوحدي، انا حاولت معاها وفشلت تماما. مفيش حاجه اسمها فشلت يا هايدي، وبعدين لاحظي ان المره دي ما بقاش في وقت. حبيبتي انت لازم تركزي وتتعلمي وتنظفي مخك، يعني مستقبلك انت وهايدي متعلق بين ايديكي. حتى حياتك العاطفيه مهدده بالخطر بعد ما سكبداكي بتاعك ده سابك وراح لخطفه الرجاله نجوان. ومروان اللي ضيع من عمرك سنه كامله في السجن وخلاكي سوابق من غير ما تعرفيه ولا يعرفك، لازم تاخدي حقك منه. جرايه قريه في ايه؟ هو احنا بنقول لك ذاكري حساب مثلثات؟ بنقول لك اتعاملي زي البني ادمين. احنا هنعلمك كل حاجه واحده واحده، بس فتحي دماغك كده معانا وركزي شويه. انا هعلمك اصول الدلع وازاي تكوني ليدي، وانا هعلمك السلوك وازاي تتعاملي في الشارع وفي الاماكن العامه، وانا هعلمك تتكلمي بشكل راقي زي كده. الاساس انا هعلمك انجليزي واتيكيت، وانا بقى هبقى مسؤوله عن لبسك وجسمك وشكلك الخارجي وعن المقشه دي. انا بقى هحكي لك عن مروان بيحب ايه وبيكره ايه. ماشي. طب لو ما عرفتش كده يبقى هايدي هتقضي بقيه عمرها بالسجن، وتبقى السنه اللي ضاعت من عمرك راحت هدر، ومروان اللي ظلمك عايش مستمتع بحياته، وتفضلي بيئه زي ما انت، وهترجعي بيتكم اللي هيقع والله اعلم بقى ايه اللي هيحصل، ويبقى كبداكي خطيبك ده طار للابد.